ما حبسوش هذا السواق، هذا السواق اللي فيه الناس مجموعين وبنادم الزحام علاش اللي ما حبسوش هذه الاسواق هذو؟ نعم. كل غابه كتنفع منا عباد الله، الناس ديال 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 الدار البيضاء ديال المحمديه، وهذا هو التنفس كيجي من اي بلاصه، هذا هو التنفس ديالهم اللي كيجيو لهنا للغابه باش انتم جيتوا اليوم باش تجيو للغابه، تفاجئتوا انا مسدوده. ولاد الشلالات، حنا ولاد الارض، ولاد المنطقه، وحنا بغينا هاد الناس زعما يفتحوا الغابه على حساب الناس مساكن كيتسناو غير نهار ديال الحد سيمانه كامله هما بينات الحيوط، بالوليدات ديالهم كيتسناو نهار ديال الحد باش يخرجوا الوليدات يدخلوا للغابه وياخذوا التنفس ديالهم، يشوفوا العين ما تكونش محدوده. وهاد الناس حبسوهم ما عرفناش علاش، هذا هو قضيه هاد الفيروس على حساب كورونا ولا هذا، يحبسوا السواق. غنقولوا انه على حساب كورونا ما بقاوش الاكتظاظ، ولكن هنا كنشوفوا كاين الاكتظاظ. لا ماشي كاين الاكتظاظ، الناس ما لقاش فين تمشي، حنا راه خير منا خير منا، هاد الناس جاو جلسوا عندنا هنا في الارض، جاب الله لقاو الارض هذه بعدا خاويه ما محروطه ما والو، جوج الحدود الناس كيجيو كيجلسوا هنا فيها، هذا هو اللي كاين. حنا بالعكس حنا كنساعدوا هاد الناس، الحدود اللي فيهم هذا بزاف كاع، هاد الحدود جوج الناس مقصحن بزاف كاع، السدان الغابه كبيره باش يخرجوا الوليدات، باش الناس تخرج، باش الوليدات كيخرجوا، هما دابا محبوسين. ها شوف المفروض ما تسدش وتكون فيها التعبئه، وتكون تاعم فيها الداخل وفيها المقابله وفيها ناس لي هنا واعل، ها هما كتشوف هنا الناس غابه فيها اتساع، الناس راه من بعد مع بعضيه 10 متر وحتى 6 متر، من بعد راه كل واحد كيمشي يقلب على شي شجره كيجلس تحت منها على حساب الظل الوليدات، وكاين تباعد. هنا ما كاينش تباعد، هنا ما كاينش علاش، لان الناس مساكن ما لقاوش فين يمشيو، هاد الغابه تحبست عليهم، هذا هو اللي كاين. السيمانه الجايه هذه عرض ديال المولى يقدر يمنعوا منها ولا شي حاجه، الله يرحم الوالدين. هذاك الشيء اللي كاين، تقدر تسد الباب وتا واحد ما يبقى يدخل، هذا هو اللي كاين. لان هذا الملك خاص، هاد الناس فين غادي يمشيو؟ ما غاديش يمشيو هنا، البلاصه اللي جايين منها الناس كيمشيو ويديروا الطويجنه ديالهم ويجلسوا. ها هما كتشوفوا الناس هنا جيره، الناس مكرفصه، الناس مكرفصه 30 كيلومتر، كاين اللي ضرب 30 كيلومتر 40 كيلومتر باش يجي للغابه ديال واد المالح يتنفس، يخرج الوليدات، وكيجيو حتى لهنا ضرب 30 كيلومتر 40 كيلومتر كيلقى الغابه مسدوده، صافي ما مره اخرى شي سيمانه اخرى ما يجيش، ما بقاش يرجع، كيقول لك صافي هذيك البلاصه صافي قتلوها، صافي هذيك البلاصه حبسوها.